روح مع ابوك وين ابوك مين روح غار خلص شطوره خلص شطريه يلا يا ماما يلا 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 دي علينا حسبنا الله كنت حابة أسجلكم الفيديو هذا ونفسيتي أحسن أوضاعي أحسن لكن ما كان باليد حيلة عشنا يوم أسوأ أيام حياتنا يوم مش هنساه طول حياتي لا أنا ولا أولادي كيف بتطلع من بين الركام كيف هيك بتطلع من بين الموت هذا هو اللي بصير معانا من أقرب المرات اللي صارت فيه ضربات جنب الخيمة زي ما شفتوا أول الفيديو هذا كنا واقفين إحنا وولادنا ما عرفناش إيش اللي بصير هيك مرة واحدة صارت الضربة وكانت عدة ضربات ورا بعض لحد ما محمود قال لي خذ الاولاد واشردي وهذا اللي عملته فعلا اللي انتم شايفين ان انا راكبه على القاره ما رضيش محمود يجي معنا ضل محمود والشباب موجودين برا وانا اخذت عفوا موجودين بالخيمه وانا والصغار رحنا عند امي يعني مش عارفه كيف اوصل لكم وصلناها وجهنا اصفر زي الليمونه ولا واحد فينا مستوعب ايش اللي صار غير انه من قوه الضربات صار معنا طنين في ديننا هيك في راسنا من كتر الضغط من وجع مش طبيعي يعني اخذنا مسكنات وان شاء الله هيك بنهدى عليها المهم الحمد لله انه وصلنا بخير وسلامه بتعرفوا انا لحتى مش عارفه ايش احكي صراحه هيك صارت الدنيا المغرب واحنا ربنا اللي بلطف فينا واكثر شغله ما خلتنيش انام طول الليل كيف اني قعدت افكر ان المنطقه اللي انضربت مباشره كل يوم الصبح اولادي كلهم بيكونوا موجودين فيها بعبوا ميه كل يوم اليوم هذا ما راحوش لانه من قبل بيوم كان موجود عندنا ميه معبيينها من شاحنه اجت بالطريق يعني شايفين كيف تفائيد ولطف رب العالمين انه الله كتب لنا كلنا عمر جديد الحمد لله رب العالمين يعني لو شك دبوس واحد فيهم انا ما كنتش عايش ما كنتش هتحمل اما الناس اللي شفناها بتطير في الهواء وبتوقع والناس اللي شفناها مرمية على الارض وصرخات الامهات وهم بيجروا بدوروا على اولادهم بين الواقعين في حياتنا مش هننسى المناظر هذه في حياتنا مش هننساها والله العظيم ايش بقطع القلب وانا مستغربه كل اللي بيصير فينا وين الناس عنا وين العالم عنا انه معقول لهالدرجة احنا رخاص بالنسبة لهم يعني وين الناس اللي انا بتذكر مثلا انا بتذكر بالتسعينات لما كان يصير في احداث برضو شبيهة بالاحداث هذه كنا نسمع نصير مظاهرات في الدول يصير تحركات ما نكون الشكل حالنا احنا حاليا في الوقت هذا ما عندنا غير رب العالمين ما حدا واقف جنبنا غير رب العالمين صار دمنا رخيص بالنسبة للكل نضرب بأي مكان نازحين مش نازحين خيم مش خيم بنموت بنتقطع بنفقد اللي حوالينا ما حدا سائل عنا ما قلنا غير رب العالمين ويا رب يا رب يكون صبرنا هذا في ميزان حسناتنا وكل اللي بيصير لنا هنا ربنا يعوضنا عنه خير يا رب العالمين لما صار الحدث وركبنا الكارة اللي قدرنا نلاقيها ونزلنا ورحنا عند ماما طبعا لنص الطريق المواصلات باقي الطريق ما فيش مواصلات تعديها لانه الشوارع زي ما شفتوا كلها ردم وصعبه فكله بنكمل الطريق ماشي يعني وصلناها نهيانين ميتين من الجوع ميتين من العطش الله يا رب يديها الصحه ويرزقها ويطعمها يفرجها عليها يا رب العالمين قديش امي انسانه رائعه دائما يا ربي يعني انه اكتبوا لي بالتعليقات ادعوا لها كلكم ادعوا لها لانه امي اكثر حدا سندني بحياتي الحمد لله رب العالمين هنا كنا جايبين اخرنا انا ومؤيد شو بدنا نحكي الله يحفظ لي اياهم يا رب نوارت حياتي هدول نوارت حياتي الله يحفظ لي اياهم يحمي لي اياهم يا رب ادعوا لنا تخلص هالازمه لانه والله استنفذت كل طاقتنا انه لو جبل لنهار والله لو جبل لنهار يعني شوفوا انا هلقيتها عند امي طلعوا هذا المنظر اللي بتسبح فيه هيك الصبح والمساء برضو دمار برضو وضع صعب يعني فيش شبر في غزة في أمان فيش شبر في غزة صالح للحياة إحنا بدنا نخلق الحياة من أول وجديد في غزة بس إنه يعطونا المجال نوقفوا اللي بصير معانا وقفوا اسمحوا لنا نبلش حياتنا من أول وجديد بكف اللي تدمر وبكف اللي راح إنه شو بيستنى العالم لحتى الآن والله ما إحنا عارفين هيك كان نهارنا هيك قضيناه
وهيك بعدين بيتنا عند ماما طبعا طول الليل، وانا ومحمود على تواصل اني بطمن عليه لانه لازال في منطقه الحدث الخطير هيدا. كانت الاتصالات صعبه جدا فوق ما تتخيل، من بالساعتين ثلاثه بتضلك ترن لحد ما يمسك معك الخط. والحمد لله قدرت اتواصل معاه وكان بخير الحمد لله رب العالمين، بس انه كان مستوحش لانه بعد عن بعض. فصبحت بعد ما استقر الوضع شويه واخذت الاولاد وكملنا الطريق مشي وروحنا لانه ممكن الناس تقول طب ليش ما ضلت عند امك مثلا، امان اكثر. ما فيش يا جماعه حاجه اسمها امان في الوضع اللي احنا فيه، وين ما بتكونوا بصير ضرب. انتوا لو تسمعوا عن كميه الشغلات اللي بنسمعها حوالينا لا تنصدموا. ما حدش يقول لي في امان في غزه، ما فيش امان. ناس انضربت وهي ماشيه بالطريق، ناس انضربت وهي بخيامها، ناس انضربت وهي في بقايا بيوتها، ناس انضربت وهي ماشيه ما لهمش اي ذنب. هيك القصه بتحسها بلشت تصير عشوائيه، ونصيبك وقدرك. والحمد لله بعد ما مشينا نص الطريق هيك لقينا مواصلة عشان نكمل باقي الطريق. وصح انه صارت الاحداث هادي وكانت سيئة جدا، لكن ايش بدنا نقول، تستمر الحياة. رجعوا الناس تاني يعيشوا ويتعايشوا لانه ما فيش حل تاني، هذا هو الموجود امامنا. بنموت بنصبح بدنا نكمل اليوم عادي، اكل شرب حياة. الحمد لله رب العالمين. كلموني بعض الأصدقاء الصفحة أو أصدقاء المتابعين على اليوتيوب والبنات اللي ضافونا على الأنستا أخوات العزيزات إنه حابين يطمنوا علينا. إن أحب أحكي لهم كلهم أمانة تسمحون إني ما قدرتش أرد عليكم، بس ما كنتش قادرة حتى أمسك الجوال وإن أرد. أنا لقيت بسجل بالعافية إنه حابة أوصل لكل الناس إيش بيصير معينا. أما عني وعن جوزي وأولادي فإحنا بخير الحمد لله. إذا كان إحنا نتنفس بخير فإنه إحنا بخير الحمد لله رب العالمين. سامحوني ما قدرتش أتواصل معاكم، ومع هيك بكون سعيدة جدا لما بلاقيكم إنه في بتجيني إشعارات إنكم تسألوا علي وحابين تطمنوا علي. الله يرضى عليكم جميعا يا ربي ويجازيكم كل خير. اللي وصل معي لحد هنا بالفيديو حابب يدعمنا ويساعدنا، ما عليكم غير إنه تشاركوا القناة، خليها تكبر، خلي كل الناس تسمع قصتنا. اللي حابب يدعمنا ويساعدنا حسب لكم رابط البيبال بتعليق مثبت في البداية. وقبل ما أنسى اللي انتوا شايفينه هذا بعض الصور من مكان الحادث اللي صار. الحمد لله رب العالمين على كل حال. ما تنسوناش ابدا، ادعوا لنا يعني اضعف الايمان، ادعوا لنا يا رب تخلص عن جد، يا رب تخلص هالازمه ونرتاح نهائيا منها ونبلش حياتنا من اول وجديد. حتى لو كانت مدمره رح نرجع نبلش من الصفر ونبنيها الغزه من اول وجديد، وان شاء الله يا رب نكون عايشين من هلا لما تخلص عايشين مع بعض وسالمين. ادعوا لنا بالسلامه.